في شرق البلاد اختار فريق قناة الوسط وبرنامج لمسة وفاء زيارة جدابيا التي عرف عنها بمدينة الشعراء والأدباء والثقافة والرياضة، حيث أنجبت أحد أبرز نجوم الكرة في الماضي الجميل علي مرسال عقيل المغربي، الفنان والموهوب بالفطرة والذي أسعد جماهير التعاون والأهلي ببنغازي سنوات طويلة بلمساته الساحرة وأهدافه المميزة، ليكون معشوقا للجماهير لطيبة قلبه ولتواضعه وبساطته مع الناس. مرسال الذي بدأ مع الكرة في الساحات والمدارس والأندية، حيث انخرط في نادي التعاون بجدابية وتدرج في جميع الفئات ولعب لفريق التعاون 7 مواسم كروية، لينضم بعدها للأهلي بنغازي في منتصف السبعينيات، وجلبها حينها السعادة لأبناء المشوار الطويل بتتويجه بعدة بطولات، أهمها لقب الدوري للموسم 1974 و1975 وبطولة الكأس موسم 1987 و1988، وكان صاحب أسرع هدف سجل في مرمى المولودية الجزائري في بنغازي، ولازال مسجلا باسمه كرقم قياسي إفريقي عند الثانية 12 بداية اللقاء. اعتزل اللعب في نهاية الثمانينيات، حيث أقيمت له مباراة اعتزال مع فريق دارنس ليختم مشواره دون أن يتعرض إلى أي عقوبة طيلة تاريخه الرياضي. نم كل سنة هم طيبين، رمضان يعني مبروك عليكم إن شاء الله. علي مرسال عقيلة مولد 49، جيت نلعب مع مجموعة كذا نشوفنا في الشارع، قالوا تعال إيه رأيك لا تيجي تلعب في التعاون؟ قلت له بس تونجي خذوني دون التعاون، وقعدت ألعب، قعدت استمريت مع في اللعب. فجماعة في بنغازي شافوني جاء كلموني ان تلعب في الاهلي بنغازي مش خير لك، وانا تبقى تفكر واشوف. فمن ساعتها مشيت للاهلي بنغازي، كنت اللعيب الوحيد في التعاون وبيمشي معنا خلاص الفريق مش هيجي كيف يدول. فكلموني أنا كنت أصلاً كنت عايز ألعب في الأهلي بنغازي من قبل، فجوا الإدارة وكلموا التعاون وأعطوهم يعني مبلغ كذا عشان يسيبوني، فقلت مشيت على الأهلي بنغازي. قلت لهم أنا ما عنديش شقة، قالوا مش مشكلة الشقة، خذوا لي شقة وودت له شقه، وقعدت فتره في هوتيل، وبعدين اخذوا لي شقه في بنغازي، فحولت بنغازي. والله وجدي كان وجدي كان مفتاح بن حامد، وكان هنيسه اسمه خليفه بن صليت، وكان موسى العقوري، وكان لعيبه كثار كانوا، وفرق صاطي والحشاني ورمزي الكوافي، ايوه مجموعه كده. احمد مسعود لقيته قدامي من اللعيبه الكويسه ورمزي محترم. المباراه اللي كنت وحيده اتذكرها هي مباراه 3-4-2 في بنغازي، هذه المباراه اللي اتذكرها صراحه. كانت 4-2 كنا مغلوبين، وبعدين فزنا عليهم 4-2. نذكر حتى أول مباراة يعني على طول. لعب لي سعاد الفزاني بالعرض كذا، أنا جيت نزل وشت على طول، رحت خشت جول، كانت سريعة، ما حدش كان يتوقعها يعني. لما مشيت المنتخب هنا في عادي كنت كويس يعني، كنت في الدرجة الثانية كويس، ومشيت أهلي بنغازي كنت كويس،
والله كانت مجموعه كويسه كلهم يعني، اللي كان الهاشمي البهدول وابراهيم السعيد، وكان مجموعه كانت كويسه خالص بصراحه يعني. مجموعه كان في الهاشمي البهدول كان كويس، حسين الشريف، والله رضينا احنا منتخب ما اخذناش منه حتى حاجه، حتى 10 جنيه ما اخذناش. قعدنا نلعب وكذا من حب الغلاله وني وبلادك، وما كسبنا شيء والله بصراحه يعني. اخذنا من النادي اكثر ما اخذنا من المنتخب يعني. يجي واحد مشجع اهلاوي يعطيك وكفى يقول لك هذا علشان انت لعبت كويس، لكن المنتخب ما اخذناش منه حتى حاجه والله. والله ما زور صار، كانت الجو والله كان في كل حاجه يعني. كان ممكن يعني المنتخب كان يهتموا به اكثر منك يعني، لكن ما فيش مجموعه ما عندهاش عمل، وكانت في المنتخب وقاعد برضه المنتخب. ضحينا بصراحه يعني حتى يعني ما شافوش المنتخب يعني قطعه ارض ولا سكن ولا يعني شيء، ما فيش حاجه يعني. احنا قعدنا كده وسيبنا يعني مع المعاهي المفروض يكلمونا في حاجات مباريات، يدي لك دعوه تيجي تتفرج على المباراه منتخب يعني. ما فيش حاجه غريبه يعني، احنا تعبنا ومشينا بلاد بالعشر ساعات، وافريقيا لفيناها كلها، ما فيش يوم جو تعالوا انت عندكم مكافاه ولا عندكم يعني، ما فيش، ما حصل شيء. رتب الضمان، رتب الضمان، ما فيش اي حاجه من الرياضه والعيش، رتبك بتاع الضمان. مشاهدينا الكرام، اليوم نلتقي في تكريم اللاعب علي مرسال، احد نجوم كره القدم الليبيه، في برنامج لمسه وفاء الذي يذاع عبر قناه الوسط الليبيه، في تقدير ووفاء واخلاص للاعب منتخبنا الوطني السابق ونجم من نجوم الكره الليبيه ولاعب فريق الاهلي بنغازي، اللي نتمنوا له ان شاء الله الصحه والعافيه. برنامج لمسه وفاء يتقدم لنجم منتخبنا الوطني السابق ونجم من نجوم كره القدم الليبيه برعاية مؤسسة الوسط الإعلامية، يتقدم بمبلغ 10,000 دينار تكريما لما قدمه اللاعب علي مرسال لكرة القدم الليبية، وهو أقل شيء نقدر نعطوه للاعب علي مرسال اللي أسعدنا في الملاعب الليبية، وهو مش قدرك يا كابتن، ولكن نحاول نسعدوك في شهر رمضان المبارك. ومؤسسة الوسط الإعلامية تمنى لك الصحة والعافية وكل الاماني لك ولاسرتك ان شاء الله في كل عام وانت بألف خير. كل سنه وانتم طيبين يا سيدي، وشكرا على هذا القدر الممتاز، وشكرا على بارك الله فيهم.